مراسلنا أحمد البوديري من القدس المحتلة. إذن معك أحمد لتنقل لنا تفاصيل هذه المظاهرات. هذه المظاهرات ما تزال مستمرة منذ عدة أسابيع. أولئك المتظاهرين عمليا يطالبون بأن يكون هنالك تحليل للأوضاع الاقتصادية. هناك حالة من الاستياء العارم نتيجة تردي هذه الأوضاع الاقتصادية. نسبة البطالة وصلت في إسرائيل لقرابة 22% من الإسرائيليين الذين هم عمليا عاطلين عن العمل. ولكن هناك أيضا أسباب أخرى تسعى أولئك المتظاهرين، وهي المطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو على أساس لأنه متهم بقضايا الفساد ومتهم بقضايا لا يجب أن يتولى فيها رئاسة الحكومة. في بعض الأحيان أولئك المتظاهرين أيضا يطالبون بعدد من المطالبات التي تتعلق بالأمور الاجتماعية والداخلية الإسرائيلية. وبالتالي فإن هذه المظاهرات تحمل عدة عناوين بعدة قوالب، ولكنها ما تزال مستمرة علما بأن طيب هل لاقت هذه المظاهرات أي تجاوب من قبل نتنياهو وحكومته؟ لم تلاقي أي تجاوب. السبب في ذلك حسب استطلاعات الرأي ما تزال الحكومة اليمينية الحاكمة في إسرائيل ذات الأغلبية المطلقة في الكنيسة الإسرائيلي. حتى إذا أجريت الانتخابات غدا فإن بنيامين نتنياهو سوف يكون رئيسا للوزراء. الليكود سوف يتقدم ويزداد عدد المقاعد في الكنيسة الإسرائيلي. اليمين الإسرائيلي متطرف أيضا سوف يحصل على تقدم. خلال الفترة الماضية شهد يعني المنظومة السياسية الإسرائيلية استقرارا أكثر من ذي قبل في هذه المسألة. أولئك يعني أولئك عمليا حسب اليمين الإسرائيلي أولئك المتظاهرين يقولون أنهم لا يمثلون الأغلبية في إسرائيل، هم شريحة من اليساريين المتشددين في اليسار الإسرائيلي، أولئك العاطلين عن العمل الذين لا يريدون البحث عن عمل، لا يريدون بذل جهود للبحث عن عمل. وبالتالي هذا السجال داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية هو موجود. ولكن أيضا جائحة الكورونا والتهديد بالإغلاق الذي عمليا بدأ الحديث عنه في الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع القادم ستكون هنالك إغلاق لعدد من الأحياء لعدد من المدن الإسرائيلية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الإصابات. كل ذلك يعطي الحكومة الإسرائيلية كل الصلاحيات لفرض هذا الإغلاق، وبالتالي هذا يكون على حساب العمال، يكون على حساب الطبقة الدنيا في إسرائيل. ولكن الأعداد ليست كبيرة، نحن لا نتحدث عن عشرات الآلاف الذين يمكن أن يتظاهروا لإسقاط حكومة إسرائيلية. حسب استطاعة الرأي الأمور ما تزال مستقرة لبنيامين نتنياهو. ولكن الإشكالية الكبرى هي أن عمليا الحكومة الإسرائيلية التي عمليا هي مكونة من الليكود أي من اليمين ومعه حزب الأزرق الأبيض الذي يمثل الوسط يحاولون إقناع المجتمع الإسرائيلي بأنهم يحسنون الأوضاع الاقتصادية، يحاولون إيقاف التدهور الاقتصادي القائم.